السلام عليكم. النهاردة احنا شركة اي تكنولوجي، النهاردة ركبنا جهاز تقوية شبكة 2G 3G 4G في عند الأستاذ شريف في حدائق الأهرام. كان بيشتكي عنده الشبكة ضعيفة، وركبنا له جهاز 2G 4G 3G و... طالعين نركب الانترنت الخارجية بتاعت جهاز تقوية الشبكة. احنا دلوقتي هنشوف انسب مكان نركب فيه الانترنت الخارجية. وانسب المكان هيبقى على السير المرفوع دوت اللي مكتوب عليه انتنة خارجية. برضو دلوقتي هنطلع فوق عشان نركب الانتنة. دلوقتي معانا المهندس خالد بيركب الانتنة الخارجية، بيركبها اهو، جهاز اهو هنركبها على الساري. الله ينور يا هندسة. دلوقتي ركبنا الانتنة ووجهناها وبنقرط عليها وبنظبطها اهو. احنا ركبنا الانتنة وشدنا السلك بتاعها تحت، وهننزل بقى نكمل شغلنا تحت. معانا برضو الاستاذ شريف هيقول لنا برضو الدنيا عملت ايه عنده. ايه رايك يا استاذ شريف؟ تمام زي الفل. المكالمات ظبطت معاك؟ شغاله بقيت احسن من الاول صح؟ مظبوط تمام. كمان ركبنا الانترنت بتاعت الشبكه الداخليه هنا اهي، وقعت في الطرق عشان تغذي الاوض كلها. وركبنا كمان انترنت برضو خارجيه برضو في الصاله برضو عشان تغذي الصاله. كان النهارده معاكم المهندس فايل احمد من شركه اي تكنولوجيا لخدمات الكمبيوتر والانترنت. للاتصال 031-096-8641-0173-5276. متنساش بقى في اللايك الجميل والسبسكرايب.